الإنجيل كتاب الله الوحيد، وكل كتاب آخر غيره هو كتاب مزيف. هو ده الأصل. أول من ذكر قصة آدم وحواء وإنهم كلوا من شجرة معرفة الخير والشر وسقط كل الجنس البشري، أول من ذكر قصة أبونا إبراهيم إنه قدم ابنه إسحاق على المذبح علشان يفدي كل نسله، لكن الله قال له وقف، مش أنت اللي هتقدم ابنك عن كل نسلك، أنا الله هقدم ابني يسوع المسيح على الصليب عن كل نسلك، فيكون كل من يؤمن بيه ينول باسم غفران الخطايا والحياة الأبدية. الكتاب ده أول من ذكر قصة يوسف الصديق اللي اترمى في البير وحسدوه إخواته الحداشر، وراح على أرض مصر عشان يمهد ليهم طريق وينقذهم من المجاعة اللي كانت جاية. الكتاب ده أول من ذكر قصة داوود وإنه حارب جولياط والصغير هزم الكبير. الكتاب ده أول من ذكر قصة يسوع المسيح اللي كان مستشفى متجولة، كل اللي كان بيمسه بينول شفاء. هو ده روح الله وأقنوم الله. وهنا هجاوبك على أكبر سؤال في العالم: ليه الله خلق الإنسان؟ ليه الله خلق الإنسان؟ الله مش عايز ملائكة تطيعه، ولا عايز شياطين ترتعد أمامه، ولا عايز خلائق أخرى. الله محتاج وعايز وطالب أهل بيت، عايز أسرة، عايز أولاد، فهو خلقنا عشان نكون أولاد ليه، وأرسل لينا ابنه البكر يسوع المسيح علشان يغسلنا من خطايانا في الوقت اللي احنا كنا فيه أشرار وخطاة وعصاة. هو حبنا ومات المسيح من أجلنا، فيكون كل من يؤمن بيه يضمن حياته الأبدية، ويكون كل من رفضه لن ينول الحياة الأبدية. هو ده الصخرة اللي عليه بيقوم أو بيسقط كل إنسان، وهو ده الخبر الإبليس عايز يخفيه عنك بكل طريقة ممكنة. إنك إن اعترفت بصليب يسوع المسيح بتخش السماء، تخش الجنة، أرض العجائب. الموضوع سهل جدا، ومن كتر سهولته الناس مش مصدقاه. الإيمان بالخبر، صدق فتنول. المفتاح إنك تصدق. لو صدقت الكلام اللي بقوله لك ده واعتمدت على اسم يسوع المسيح، الروح القدس هينزل يسكن فيك اللي هو روح الله، وهتكون ابن لله شرعي حقيقي، وروحه هيسكن فيك، وهيتحول قلبك لقلب رجل آخر، وهتهجر الشر وهتحب الخير. والخطايا اللي ماسكة على جسدك، الخطايا اللي بالإدمان أو بالإباحية أو بشرب الحشيش أو السجاير أو البودرة أو كل الخطايا الماسكة اللي هي بتمسك فيك وما بتسيبكش، هتتحل من عليك بمجرد ما تعلن إيمانك بيسوع المسيح، لأن في قوة هتخرج من يسوع المسيح هتحلك، لأن هو ده اللي مكتوب عنه: يسوع المسيح كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. فكل من بيؤمن بيه بيتشفي وبيتفك من أسر إبليس. الوقت قريب، احنا في آخر حلقة في تاريخ العالم، فالحق نفسك، ما تأمرش بحياتك بمؤامرة خسرانة. هو قال ومكتوب في كتابه: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. فإن أمنت بيه تنول حياتك الأبدية.